السلام عليكم. ألو، وعليكم السلام. من أين أنت؟ أين دكتورة مجدي؟ منين؟ ممكن أنا؟ أنت منين؟ من القاهرة. القاهرة، منورة يا جميل، اتفضل. حلمت إن أنا قاعدة مع مراد مكرم اللي هو الأكيل على ترابيزة واحدة، وبيفكرني بفلوس أنا كنت مستلفاها منه، سديته 10 وبعد كده افتكرت فلوس تاني سديته 10 كمان. والمفروض كان على نفس الترابيزة هينزل لي امتحان الساعة 2، لحد الساعة 2:06 ما كانش نزل. لحد ايه؟ الساعة 2:06 ما كانش نزل الامتحان، المفروض كان ينزل الساعة 2. انت بتدرسي ولا حاجة في الواقع؟ لا ما بتدرسيش. وطيب المكان اللي انت كنت فيه ده مكان معروف ليكي ولا لا، اللي فيه عمر مكرم؟ لا، مراد مكرم، مراد مكرم. اللي هو الأكيل. اداكي حاجة؟ لا، أنا اللي اديته فلوس، اداكي له فلوس؟ 10 في 10. طب كويس، تمام. طيب شوفي حبيبتي، مجرد ان انت تبدي وهو اسمه مراد، مراد جاي من نور المراد، ومكرم جاي من كرم اللي عند الله سبحانه وتعالى، ان ربنا هيكرمك بالصدقة. انت اديتي له 10، يبقى هتمولي مرادك وربنا هيكرمك في الامر ده بالصدقة. يعني شوف الرؤية مش عاملة معاكي ازاي، مش محتاجة حاجة خالص. احنا قلنا ايه؟ الصدقة رقم 10. عندك الاس ال 10 في 10. ايوه، يعني هتمولي مرادك بالصدقة وكثرة الدعاء طبعا. بس هو في موضوعين اتنين انت بتسعى ليهم؟ لا يعني، وانا حالي متوقف كل حاجة، بس انا بدعي يعني ببحث عن عمل وكده. تمام، وتصدقي خلاص كده. الامتحان المفروض كان هينزل لي ساعة، ما هو الامتحان كويس ان احمدي ربنا انه ما نزلش. احمدي ربنا انه ما نزلش، يعني احنا مش عايزين ندخل. هي في انفراجة جاية لك، مش عايزين حاجة تانية تتوقف لا قدر الله. الموضوع بتاعك كده داخله في الشهور بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيل، وهتلاقي الدنيا معاكي هتبدأ تظبط قوي ان شاء الله. لان هو كان 2:06 وما كانش نزل يعني. تمام. لا ده وقت يعتبر. هو وقت طبعا، وقت في النص الاولاني من السنة اللي احنا فيها باذن الله. ماشي حبيبتي، شكرا حبيبة قلبي، شكرا، نورتيني. مع السلامة. مع السلامة.